القصة الكاملة لأزمة تجديد فرجان يساسي مع الزمالك. طبعا كل جماهير الزمالك مهتمية جدا بملف تجديد فرجان يساسي. نهاية عقد فرجان يساسي الموسم الحالي مع الزمالك، ولحد دلوقتي لم يتوصل الطرفان لاتفاق. الزمالك عرض للتجديد 1,800,000 يورو شاملة الضرائب. فرجان يساسي طلب 2,500,000 يورو بعد اقتطاع الضرائب، يعني المبلغ صافي. محامي ساسي في 15 مايو طالب بسداد المستحقات المتأخرة وإلا فسخ التعاقد. الزمالك طبعا دفع نسبة تمنع فسخ التعاقد. في معسكر منتخب تونس صرح فرجان يساسي أثناء تواجده في المعسكر للإعلام التونسي أنه سيتكلم قريبا. محامي ساسي أرسل خطابا بتاريخ 5 يونيو يفيد بانتهاء عقد فرجاني مع الزمالك. مسؤول الزمالك قاموا بإرسال 5 رسائل لوكيل فرجاني للتفاوض بخصوص التجديد ولم يرد الوكيل. فرجان ساسي أكد للزمالك عودته مصر بعد انتهاء معسكر منتخب تونس. دي التويتة اللي أحزنت جمهور الزمالك، إن فرجان ساسي خلاص بيعتز بالفترة اللي قضاها مع الزمالك وجماهير الزمالك، والخير فيما اختاره الله، وقريبا سوف أوضح كل الحقائق. تويتة صادمة. ودي كانت نهاية مشوار فرجان ساسي مع الزمالك. احنا جمهور الزمالك بنحبك يا فرجان ساسي، وعارفين ان بعد المستشار مرتضى منصور لما تم الاطاحة بيه خلاص الزمالك لا في ادارة منتخبة ولا في فلوس كمان. فانت يا ابني هتعمل ايه؟ اما مسؤولي الزمالك في انتظار عودة فرجاني ساسي على أمل التجديد له.